سعيد جدا بتواجدهم اليوم وشرف لي ان اشترك بهذا المهرجان الرائع. شكرا لحضوركم. شكرا لعلامة يلا يعطيك العافية. يعطيك حبيبتي انا سهل سعيد بهذا التواجد الكبير جمهور المغرب. مر الناس وراك غالي على قلبي وشرفني دائما اكون متواجد بهذا المهرجان الكبير. يخليك. شكرا. مش غريب على الجمهور الرائع، اكيد جمهور ذواق ومتحسس للكلمة ومتذوق للكلمة. سمعت ان جاتك هدية من الفنانة دنيا باطمة عبارة عن جيباب مغربي، هل صحيح؟ اي صحيح. شكرا جزيلا. شكرا. جتني هدايا كثير من الجمهور تظني بكرمه وبذوق، مش غريب على الجمهور المغربي. يعني ممكن تشوفوا ديو مع دنيا باطمة قريبا ان شاء الله. كان كثير حلو اليوم انك غنيت مصري كمان اليوم. الله يخليك يا فروسي. شكرا جزيلا.